مع دخول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة يلتزم على سائقي المركبات عمل الفحوصات والصيانة الدورية اللازمة لسياراتهم بحسب ما أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني. نعم، منتسبو الإدارة العامة للدفاع المدني أبدوا جاهزيتهم العالية وكفاءتهم المتميزة للقيام بواجبهم للتعامل مع أي حادث أو حريق أو مخاطر تواجه مرتدي الطرق. مزيدا من التفاصيل مع تقرير الزميل يحيى العمري. خلال فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة تكثر بلاغات الحريق في المركبات، والتي تتعامل معها الإدارة العامة للدفاع المدني بسرعة عالية واحترافية كبيرة لتفادي تفاقم الأضرار. دفاع مدني، عندي حريق في السيارة أخوي. في سيارة؟ إن شاء الله. في وين أخوي؟ شارع التكرير؟ بهذه السرعة العالية يتعامل منتسبو الإدارة العامة للدفاع المدني مع مختلف البلاغات، وخصوصا بلاغات الحريق التي تكثر في فصل الصيف. سرعة الاستجابة والانسجام التام بين أفراد الدفاع المدني هي أبرز معايير التعامل الاحترافي مع مثل هذه الحالات لا قدر الله. في حال حدوث حريق في سيارة، تستقبل غرفة العمليات البلاغ وتوجه أقرب مركز للتعامل معه باحترافية، وأغلب حرائق السيارات تكون في مقدمة السيارة. ومن أبرز أسباب حرائق السيارات التماس كهربائي بسبب التسليكات الإضافية وتسرب الوقود وزيت محرك السيارة، وكذلك خلل في البطارية مما يؤدي إلى التماس الكهربائي. ندعو جميع الأخوة المواطنين والمقيمين لاتباع جميع اشتراطات السلامة لتفادي مثل هذه المخاطر من خلال عمل الصيانة الدورية للسيارة من قبل أشخاص مختصين، أيضا التأكد من وجود معدات الإسعافات الأولية وطفاية الحريق مع المعرفة الكافية على كيفية استخدامها. إبعاد جميع المواد القابلة للاشتعال من داخل السيارة مثل الولاعات والعطور والمعلقات، أيضا عدم التدخين وإغلاق محرك السيارة أثناء التزود في الوقود. بالنهاية صيف آمن على الجميع إن شاء الله. اهتمام كبير توليه الإدارة العامة للدفاع المدني في توعية المجتمع بأسباب وقوع هذا النوع من الحوادث وطرق التعامل الصحيح معها بما يحفظ أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع.